تداول بقى رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسيدة بترمي الطفل أثناء استعدادها لمسك بوكيه الورد خلف العروس. على فكرة أنا الحركة بتاعت بوكيه الورد دي ما بحبهاش أبدا، عمري ما أفورها، ما أعرفش ده كل البنات بيبقوا مهبولين إن هم ياخدوا بوكيه الورد. لا بس بيبقوا عاملين زي الكلب اللي مستني الفريزبي تترمي له كده، عارفة لما ترمي الفريزبي ويجري يمسكها كده. بصي بس وبعدين ممكن يخبطوا في بعض وتحصل مشاكل. لا بيبقى في، لا احنا هنشوف الفيديو، رمت الولد الصغير وبنشوف لقطات حلوة. بس دايما بس هو عموما المعتقد إن اللي بتاخد بوكيه الورد دي بتتجوز بعد العروسه على طول، ده مش صح. ملاش لازمه بقى. بالظبط. هي طبعا كانت متحمسه جدا لدرجه انها تسيب الطفل يقع على الارض مقابل انها تاخد بوكيه الورد اللي في النهايه برده ما خدتوش، فرجعت تلحق الطفل يعني مال على الارض. شوف الفيديو احسن. 3 مش انا قلت لكم حركه ملهاش لازمه بتاعت البوكيه؟ لا تعليق. بس الغريب ان هي مستنيه تاخد بوكيه الورد ليه؟ يعني ناويه تتجوزي تاني؟ ما انت في ايدك عايزه. ما يمكن هي واضح ان هي مطلقه ومعاها بيبي فعايزه العريس التاني. خلي الرجاله بعد كده هم اللي ياخدوا بوكيه الورد. تضحي بالطفل عشان خاطر الجوازه، مع ان انا عملت الحركه دي في فرحي، بس انا شخصيا ما اقفش وقفه البنات اللي مستنيه البوكيه بصراحه. ممكن يعني انا وقفتها يعني. ايوه عشان كده عشان كده ايه؟ عشان كده بتدافعي عنها. انا وقفتها.